فيزيك في جامعة الشمس، بالصدفة بدايتها تم تجديد ليا للعام الخامس، فكتبت مجموعة من الخواطر في خضم من أحداث. الأحداث دي جزء منها الطب عموما، جزء منها العزل، جزء منها خوف الناس، خوف الأطباء، ولكن برضو بيقهروا خوفهم وخوف الأفراد العاديين والتمريض. وكنت بختلط بهم كثيرا في مشاهد العزل، بمر عليهم بشوف أحوالهم. فمن خلال هذه السنة تولدت سبع خواطر أدبية أعرض عليكم بعضها، فاستمحوني العذر يعني أنا أعرض هذا في وجود كوكبة والمجمع اللغة العربية، وإحنا بنطور إزاي ما نغلطش في إنها أوصال. فأول واحدة هي اسمها لماذا قبلت المنصب؟ اسمها كده. تقول كي أستطيع أن أنظر لوجهي في المرآة ويتوارى الخجل وتنسحب الاستكانة، كي يكون لكلامي معنى ولوقوفي متكئ ولمشي اتجاه وللعمر عنوان، لعلي أطفئ حريق يأكل وطني لأغرس شجرة تظل ولدي، لأرعى ظهرة تبهج وطني، لأنير نهاية النفق، لأثير ضحكة الأطفال ونخوة الرجال وحنان النساء وأمل الشباب، لأحكي للأحفاد أن لمصر مريدين وأحباب، واهبين ورهبان وشهداء. دي الأولى، الخاطرة الأولى. الخاطرة الثانية كانت تأثري بالشباب اللي في مستشفيات العزل من أطباء وتمريض، فسميتها أولاد وبنات الجيش الأبيض. ونور، نور هان عليها التعب، رجل أخوها التعبان، وعلاء على الهمة وشال أخوه الشقيان، زكريا زكى روحه بطبطبة على أبوه العيان، وأحمد ومينا وسلمى واقفين وراهم في الميدان. شباب تشوفهم تعرف إن المستقبل عنوان، طابور بنات وولاد، ريحة عرقهم ريحان، طلتهم حلوة صورة حلوة جنان، لمحبتهم فرت من عيني دمعة حنان، تذكرت أمسي ويومي وغدي كمان، سعدت بيهم وهانت علي الأحزان. دي الخطرة الثانية. الخطرة الثالثة اسمها أثناء الأزمة. أثناء هذه الأزمة سقطت أقنعة وبانت ملامح، وضحت معاني بكلمات وعبارات.